بالنسبه للكتب القدام كاين الكليان ديالنا اللي كنشونجيو معاهم تيجيو عندنا تيجيب لك لا ليست تيجيب لك الكتب القدام تيقول لك انت اللي كاينه في القديم عطيها لي واللي ما كايناش كاع مفقوده في القديم شوفها لي جديد تنكملوا الكليان بحال هكا وكاين اللي تيدير معنا شونج روبريز غير القديم بالقديم وتيكمل بالجديد بالنسبه للكتب اللي تيخرجوا بالنسبه ل 2018 وداك الشيء غير بعض النيفوات كل عام كيتبدل النيفو نيفو بالنسبه لهذا العام هذا كاين ديال التحضيري ديال الابتدائي الاول هما اللي مبدلين بالنسبه للمشكل ديال الطبعه الجديده اللي كتبدل كل اربع سنين ولا كل عام ولا عامين كاين بعض الناس اللي كيضطروا انهم يمشيوا ياخذوا جديد واخا ما عندهمش كيضطروا انهم ياخذوا الكتب جداد وكتقام عليهم داكشي غالي يعني كتقام عليه كاين اللي كتقام عليه بروغرام حتى ب 2000 2500 درهم بالنسبه للدخول المدرسي كتجي شويه مزاحمه مع العيد الاضحى والناس على قد الحال يعني باقي داك الاقبال على الكتب المستعمله قليل وحتى بالنسبه للاثمنه راه كتكون جد مرتفعه بالنسبه كاين شي تغييرات في الكتاب على سبيل المثال الانسان اللي على قد الحال وكيقضي في ولدو في المدارس الخاصة الله يحسن العوان. الأثمنة هذا العام غالية شوية لحقيتاش بدلوا الطبعة وما كاينش فيهم القديم كاينين جديد بالنسبة لي أنا دابا خديت المانيو ديال الفرونسي هو ليكزارسيس ديالو وكتاب ديال المات خديتهم تقريبا ب 6000 ريال. كناخذوا القديم ما نكذبوا على سيدي ربي ما جديد راه غالي عندنا بعدا كيديروا معانا الروميز بعدا شويه. الاثمنه بالنسبه للمقررات ديال العربيه شويه طالعين في الثمن مقارنه مع الاثمنه ديال المقررات الفرنسيه لانه الفرنسيه كيديروا لك واحد الخصم واحد لا ريدكسيون ديال 10% في المقررات ديال العربيه ما كينقصوش لك تيقول لك لا ما فيهاش الخصم. كاينه طبعات جديده كضطر تشري ديال هذه السنه يعني ما تقدر تشري ديال السنه اللي مضات كتضطر تشري ديال هذه السنه وشويه كتكون الاثمنه غاليه. حقيقه حنا مقتولين قتلونا البريفي لا المدارس لا الدوله ما كاينه لا اعانه لا والو حنا مقاتلين غير معايا الله المدرسه الكتوبه لا غونتخي سكولير لي زانسكريبسيون الدراري زعما يلاه بنادم حدو قدو ما كيقدر يدور لا ادغوات لا اغوش الكتوبه زعما سيش غاليين لا اللي كيجي من برا بالنسبه للفرنسيه اللغه الفرنسيه اللي داخل المغرب هذا العام بلوس شير كو العام اللي فات كاينين دي بري خياليين كيبيع لك كل واحد باش كيبيع بعدا واحد كيبيع بثمن كتلقى اللي حداه كيبيع بثمن اخر كل واحد كيبيع بثمن. بالنسبه للعربيه العام شعطلاش عندنا شويه يلاه بدينا كندخلوا فيها بشويه بشويه انا دابا مضطر كنشقلب على طبعه جديده راه دابا مع الدخول المدرسي مع دابا بدات لا غونتخي كاين اللي كيبقاو له شي كشوبه كيقلب عليهم مع الطبعه الجديده شعطلاش حنا يلاه بدينا كندخلوا فيها راه ما كاينش كاع المستويات